وألا تكون البيوت آمنة. يعني فوجدت أمرا عجيبا، وأنا لي يعني عقود عدة في أمر الدعوة، وأنا أسمع مشاكل الناس الكبير والصغير، الأزواج والزوجات، العائلات والأسر والقبائل. وجدت أن الكارثة كلها في مصائبنا، ويعني تصديع أو البيوت المصدعة والآيلة للهدم والآيلة للاندثار وتبخر المودة والسكينة والرحمة منها، وجدتها في باب واحد. باب واحد هو باب هدم البيوت الآمنة والمجتمعات الآمنة والعالم كله، ألا وهي مصيبة اللسان. ولما أحصيت هذه الكارثة وجدت أن هناك آفات أو مصائب ثمانية في هذه العضلة العجيبة التي يستطيع الإنسان أن يستخدمها أحجار بناء لمجتمع يقترب من الواقعية المثالية أو المثالية الواقعية التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة والقرن الأول والثاني والثالث الذين شهد لهم رسولنا صلى الله عليه وسلم بالخيرية. فأول كارثة تهدم البيوت الآمنة ما بين الزوج والزوجة، ما بين الأباء والأبناء، ما بين العائلتين الكريمتين الأسرتين اللتين يعني صارت بينهما مصاهرة. أول صفة هدامة هي الكذب. الكذب يستهين الإنسان به فيجد أنه يعني قد يكون يقول هذه كذبة صغيرة، هذه كذبة لا تضر، يعني لا مجال أن أقول هكذا يقول الكذاب، يعني أن أقول أن هذه سبب المشكلة. لا بالعكس، أولا أنت أيها الجالس الآن أمامي وأنت أيتها الجالسة الآن من، وأنا أرجو أن تهيئوا أنفسكم كأنكم في درس علم، يعني لا داعي للانشغال والهواتف، يعني اجعل نفسك بذكر الله ساعة فأنت في روضة من رياض الجنة رغم أنك جالس في بيتك. يعني العجيب في قضية الكذب أن أنت إذا اكتشفت أن أصهارك أو جيرانك أو والد زوجتك أو أخوها أو والد زوجك أو أعمامه أو أي إنسان يهم أمر أو أخوك أو أبوك أو إلى آخره، اكتشفت أنه كان يكذب عليك أو كذب عليك كذبة أنت يعني سبحان الله يعني عشت معها سنوات وأنت لا تدري أنها كذبة وإنما هي صدق، ثم بنيت عليها أمورا كثيرة، بالله عليك ألا تحزن؟ ألا تشعر أن هذا يعني دلس عليك في الكلام، غطى عليك حقائق مهمة لو كنت علمتها من البداية قد تعفو وقد لا تعفو، هذه حرية. فلماذا سبحان الله يستهين الإنسان بالكذبة؟ ربما يتكلم العبد بالكلمة لا يلقي لها بالا ربما بلغت فيه 70 خليفة في النار، يعني والكذبة تبلغ الـ 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 الآفاق سبحان الله. فأنت كما تضيق ذرعا بمن يكذب عليك لا يجب أن تكذب على الناس. يعني الرجل الذي ذهب من مصر ليأتي بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رجل من أهل الحجاز من أحد يعني ممن يحفظون العلم، فوجده يبحث عن ناقة نادة، ناقة شردت منه، فخرج الرجل صاحب الناقة يبحث عنها ويمسك لها حجره هكذا يعني، فقال الآتي من مصر الذي عنده الحديث أفي حجرك شيء؟ قال لا. قال أنت تكذب على ناقتك، حري بك أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. وعاد الرجل إلى مصر وأبى أن يأخذ هذا الحديث ممن سولت له نفسه الكذب على ناقته. هذا المجتمع النقي الذي لم يقبل سبحان الله هذه الكذبة، وإن كانت سواء هي بيضاء صفراء خضراء، الكذب كذب، لا هناك لا ألوان للكذب إلا للإصلاح بين المتخاصمين أو في الحرب خدعة سبحان الله، أو كذب الزوج على زوجته في أمور يعني معينة لا تضر بالبيت وإنما يعني تؤكد الحياة الزوجية أو العكس، هذه هي الأمور التي يجوز فيها. لكن نحن أحيانا نسمي الكذب أسماء، سميه تجمل، يعني هذه الكذبة لا تضر، أنت تسألني بكم هذا القلم يعني هو بعشرة، تقول لا 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 هذا بخمسمائة،
طب لماذا؟ ما يضر، لا يضرك. طب لماذا؟ اذا تعودت الكذب في الصغير، في صغير الامر، اعلم انك سوف تكذب في كبير الامر. فالانسان الذي يعني يقال ان جابوا ولد من عصر تابع التابعين يقطع يده عندما سرق بعيرا، فقال لهم اقطعوا لسان امي. لماذا لسان امه؟ ايه علاقه لسان الام؟ قال عندما سرقت بيضة من عند الجيران وانا صغير، اطلقت امي يعني زغرودة، دليل على الفرح ان الولد كبر وصار يعني سوف يصير لصا كبيرا في المستقبل. فلما هنأته بهذا التعبير عن الفرحة بسرقته بيضة، انتظر الامر لما سرق ايه؟ لما سرق جملا. اذا الكارثة الكبرى اننا نستهين بالكذب. وكانت عائشة تطبق يدها هكذا وتقول لابن اختها هاك تمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة افي يدك شيء؟ تقول نعم يا رسول الله. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة. اذا المسألة يعني لا داعي لان يكذب الانسان في صغير الامر ولا كبيره. فالكذب هنا ينبئ عن شرور كثيرة، والازواج والزوجات يجب ان يصدق الواحد منهم مع الاخر، والاصهار والاقارب والانسباء وابناء العمومة وابناء الخؤولة والاخوة والاخوات والمجتمع كله. اذا بني المجتمع على الصدق نما وازدهر. واذا سبحان الله يعني المجتمع صار كذابا وانتشر الكذب في المجتمع، فاعلم ان نار الهشيم يعني سبحان الله يعني تنتشر وتأكل الاخضر واليابس. هذه اول مصيبة في مصيبة اللسان في هدم الحياة الزوجية وهدم البيوت الامنة. لماذا انت تكذبين على زوجك وتقولين ان اشتريت بهذه المئة كذا وانت اعطيتيها مثلا لامك او لاختك او لماذا؟ لماذا؟ هذا مال الرجل. قالت هند يا رسول الله ام معاوية زوجة ابي سفيان، يا رسول ان ابا سفيان رجل مسيك، رجل دخيل حريص لا ينفق المال بصعوبة، أفأخذ من ماله؟ قال يا هند خذي من ماله ولكن بالمعروف، يعني لا داعي لأن تأخذي أكثر، يعني معروف يعني مستوى البيت اللي أنتوا عايشين فيه قد إيه بس. أما مسألة يعني سرقة المال وأنا أسميها سرقة دون إذن الرجل، والله ده حتى قيل أن في الزكاة وفي الصدقة وجب على الزوجة أن تستأذن، لأن المال مال زوجها. يا فلان يعني هو طالما أنه يعني يخرج الرجل للزكاة تخرجي ليه من خلف صدقة؟ إلا إذا أباح لك أن ماله مالك بس. إذا أعطاك هذا الضوء الأخضر أنت تصرف خذي ما شئتي، لكن الرجل لم يعطيك هذا التصرف يجب الاستئذان. هنا عندما تصدقين في التعامل معهم سوف يكون أكثر تعاطفا معك وأكثر مودة معك، لأن الصدق ينشئ في البيوت الآمنة يعني ثبات للتعامل بين النفوس، اطمئنان طمأنينة. أما الحديث لما خوفنا وما زال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عن الله كذابة، هذا إنسان تعود الكذب في صغير الأمر وكبير، ويعني يعني لا يصير كذاب أبدا، يعني يصلح أن يكون قائدا ناجحا. وأسوأ الكذابين الذين في مناصب عليا المديرين والمسؤولين يكذب ويقول سوف نعمل لكم كذا ونعطيكم كذا ونمنحكم كذا، وفي الآخر خالص العمال تحت يده ولا الموظفين لا شافوا لا ابيض ولا اسود. هذا اسوأ الكذابين على الله، لانه يكذب على الله ويكذب على رسوله ويكذب على المؤمنين ويكذب على نفسه، لان الكذب لا يبني مؤسسة ناجحة ولا يبني وزارة ناجحة ولا يبني بيت ناجح ولا يبني بيت امن ولا يبني مجتمعا امنا ولا دولة امن. اسأل الله ان يرزقنا وياكم الصدق. هذه اكبر او اول مصيبة من مصائب هذه العضلة الصعبة وهي اللسان في معاول الهدم للبيوت الكذب. طيب ايه المصيبة الثانية؟ انتشر بيننا خلف الوعد. العربي يقول لصاحبه يقول متى ألقاك يا فلان؟ يقول ان شاء الله بعد العصر. طب جميل، وإذا لم آتي إليك بعد العصر يكون ان شاء الله بعد المغرب. الله. طب وان لم آتي بعد المغرب بعد العشاء بساعة، يمكن على الساعة 11 يعني ما تتوقعش ان اجي. الله لا حول. ما هو خلف الوعد؟ ان اعدك وانا انوي انني سوف اخلف، يعني عندي نيه بالخلف، عندي نيه بخلف. يا اخي انا اريد حسن المعامله معك فعلا لا قولا، عملا لا قولا. مش عايز اسمع منك كلام، مش عايز اسمع منك وعود، انا عايز اسمع منك ايه؟ ان قال عثمان رضي الله عنه في خطبه شهيره ان انتم الى امام فعال خير لكم من امام قوال.
انا مدير مصلحه، مدير مؤسسه، انا اخلف الوعد دي، اعد الموظف، اعد واعد الزوجه، والزوجه تعد الزوج، والاولاد يعدون الاب، والاب يعني نعدهم عامل زي وعد الشيطان، يعدهم ويمنيه، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. يا اخي اذا وعدت وفي، طالما انت تعد يجب ان توفي. وانا احسانك لي لا اريد ان اراه كلاما، انا مش عايز اشوف، انا مش عايز اشوف كلام، انا عايز ارى منك عملا. وانا عايز اشوف يعني الزوجه التي تحضر مجلس علم، الحمد لله البيوت الان انتشرت فيها مجالس العلم في دول العالم الاسلامي، وده شيء طيب، وتسمع مجلس علم من اختها الفاضله او من الشيخ او الفضائيات تنتقل من الشيخ فلان للشيخ فلان، وفي اخر المتمه هذا الكلام لا يطبق، مع اجازه في احكام التلاوه وحفظ القران الكريم، وما حفظت اسرار زوجها، وبالعكس نكدت على عيشته وضيعت وقت الاسره تحت عنوان انها يعني سبحان الله، هل هذا من 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 من, من الوفاء بالعهد؟ بالعكس، احنا بالله عليك مش تزوجنا، لما الرجل الذي زوجك انت وانت لما زوجك على ايه؟ ها؟ قال زوجك على صحف موسى وعلى توراة موسى وانجيل عيسى؟ قال زوجك على الكتاب والسنة، على القرآن وسنة النبي. طيب ايه ماذا قال الكتاب وماذا قالت السنة؟ هذه الحياة. اما انا اخلنا سبحان الله العظيم، يعني اخلفوا الله ما وعدوه، الم يعدهم الله سبحانه وتعالى بالدرك الاسفل النار لانه اصبح من المنافقين اذا وعد اخلف؟ يا اخي ده النبي صلى الله عليه وسلم وعد شابا قبل الاسلام، كان عنده 25 سنة، بان يلقاه عند الحجر الاسود بعد العصر، فذهب النبي ولم يأتي الشاب. الرسول تاني يوم راح، وكان لسه لم يصبح رسولا بعد، في نفس الوقت اربعة ايام الى ان لقياه قدرا. احنا نقول مصادفة، ما فيش حاجة اسمها مصادفة، المسلم ما عندوش صدفة، المسلم عنده قدر الله، قدرا نقول قدرا. فقال يا اخي انتظرتك يوم ان قلت لي، والثاني واليوم الثالث واليوم الرابع. انظر لحفاظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل ان يصير رسولا على الوعد. فالانسان سبحان الله، الانسان اللي يفي بالوعد ده انسان كبير في قومه، كبير عند الملائكة، كبير عند الصالحين، كبير في بيته، آمن بيته، آمن المجتمع، فيه ناس لا تخلف الوعد. فلماذا يعني سبحان الله الشيخ يعقد او المأذون يعقد بين زوج وزوج، يقعد الشيخ كده يتكلم كلمتين، يا بني اتق الله في زوجتك هذه وعاملها بما يرضي الله، وعد يا بني، يقول واحد ان شاء الله، وابو البنت يقول يا ابني يا ولدي هذه امانة عندك، وانا اعطيتك فردة كبري واغلى شيء عندي، اتق الله فيه، ويروح للزوجة للعروس الابو الزوج، يا بنتي والله ولدي هذا كذا وكذا، حافظ عليه، حافظ على عرضه، على ماله، على كذا على كذا، ان شاء الله باذن الله. ويأتي بعد ذلك نسمع مشكلات يشيب لها شعر الولدان. ليه؟ من اخلاف الوعد. نقول كلاما ونطبق كلاما اخر، نسمع كلام في ظهر الجمعة ونطلع برا ظهر الجمعة نسمع كلاما عجيبا، نرى صورة مختلفة. الصحابة كان حياتهم داخل المسجد زي حياتهم خارج المسجد، حياتهم جوا الجامع زي برا الجامع، احنا حياتنا جوا المسجد السلام عليكم اهلا يا اخي جزاك الله، واطلع على المحكمة ارفع قضية، اروح على مخفر الشرطة اكتب سبحان الله محضر فيه زور وضلال، اذهب امام وكيل النيابة واشهد زور. يا اخي فين خطبة الجمعة؟ فين درس العلم اللي كل جمعة الشيخ يعطيه، ولا كل اسبوع الشيخ فلان والشيخ فلان؟ وما اصدق شيوخ عندما ينصحوننا وعايزين نصل بالمجتمع الى الخير. اياكم وخلف الوعد. عايز تعد اعرف حدودك. والله انا يا اخي في العبادة وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، يا رب على عهد ما اقدر، انا علي اصلي الفرائض، والله لو قدرت ان انا استطع ان انا يعني اكثر خير وبركة، والله على قدر مستطاعات يا رب، لكن انا انسان ضعيف، لكن انا لا احمل نفسي ما لا اطيق، مش عارف اعد هذا واعد ذاك وبعدين اجلس تحت التطبيق اصغر امام الناس. فالذي يهدم البيوت ان تعد ولا تفي، تعد زوجتك تقول ان شاء الله انا سوف اعملك معاملة طيبة، انا حجيت بيت الله وعيب ان نؤذيك، انت ما شاء الله عليك وكذا كلام، ثم بعدين عند التطبيق صفر. فتشعر المرأة بالاحباط، والبنت تشعر بالإحباط، والمجتمع يشعر بالإحباط، وهذه حالة الإحباط الذي نحن فيه. ما علينا إلا أن نمسك ألسنتنا عن الكذب وعن الخلف بالوعد. المصيبة الثالثة، أنا بس عايزك تكتب خلفي إذا كان معك ورق، إذا كنت مهتم يعني، أما إذا كان الشيخ قاعد يسليك شوية، أنا لا أسلي أحد، تقول حكايات، أنا أقول يعني سبحان الله يعني أوامر ونواهي، أنقل لك ما أريد أن أنقله كي يستفيق الغافل ويتذكر العاقل، وأنتم أهل عقل وأهل فكر وأهل إيمان. لا أزكيكم، على الله رب العالمين، أزواج وزوجات وأبناء وبنات في بقاع الأرض.
الكارثة الثالثة، ودي عايزة وقت طويل لشرحها، وأنا أبقيها إن شاء الله يعني بعد الفصل، لكن هي نعطيها عنوان: المجتمع الإسلامي والعربي انتشرت فيه الغيبة حتى صارت قاعدة. لا تجلس الآن في مجلس إلا وتجد فيه غيبة، والغيبة تحت عناوين شتى، والشيطان يزينها، يزين للقائل ويزين للمستمع. فالقائل يسمع ليل نهار، يقول ليل نهار، والمستمع وللأسف الشديد يسمع، ولا يشعر كل واحد منا بهذا الضيق الذي ندخله على قلوب الناس عندما نغتابهم ونذكرهم بالسوء ونقلل من أحجامهم. فنسأل الله السلامة. كونوا معنا بعد الفصل إن شاء الله حتى نتواصل في هذه الكارثة الثالثة من مصيبة اللسان، وهي الغيبة. نسأل الله أن يعصم ألسنتنا وإياكم من السوء. ألقاكم بعد الفصل إن شاء الله. أهلا بكم. إن في ذلك لآيات تفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن اللسان بناء وهدما، وكيف أنه به نستطيع أن نبني البيوت الآمنة والمجتمعات الآمنة، وبه أيضا نرى كيف تهدمت البيوت وتصبعت وآلت للسقوط، وابتعد الجميع عن المنهج وضاقت الصدور ولم نوفق في الأعمال، لأن ألسنتنا تخوض بما تهرف أو بما يعني تقول ما لا تعرف أو تهرف بما لا تعرف. قلنا قبل الفاصل كارثة الغيبة. الغيبة المغتاب هذا يعني قياسها أن هذا الكلام إذا سمعه من اغتبته ضاق صدره وحزن حتى لو كان فيه، فرضنا جدلا أنه كذاب منافق بوجهين بعشرين وجه خلاص، وقلت إن هذا الإنسان كذا وكذا، وإذا وصل هذا الكلام أصبح يعني إنسانا يعني حزينا لما يسمع، فأنت ظالم. شوف، أنا عندي حالة رثاء شديدة جدا على المطلق والمطلقة. الرجل طلق زوجته، هم باب الأدب يعمل إيه؟ يمسك لسان. طلقت ليه فلان زوجتك؟ والله لم يحدث أن احنا يعني تفاهمنا سويا، الأرواح مختلفة، النفوس الطبائع مختلفة، خلاص هذه أسرار بيوت بس. لكن هو الكارثة أنه على مدى 10 15 20 سنة اللي فاتت أسراره عند أمه وعند أخته وعند صديقه وفي العمل وعلى المقهى وفي النادي، وأسرارها عند أمها وخالتها وأخواتها وقريباتها وصديقات السوء التي يجلسن معها ليحرضنها على أن الشخصية والاستقلالية شخصية، والمرأة مش عارف الإيه، والمرأة الإيه، وينفخوا في المرأة لغاية ما بالون على وشك أن إيه أن تنفجر. أنا حالة رثائي أن الرجل ربما يكون مظلوما عندما طلق وقد تحمل زوجته الكثير، فلما طلق بما ضيع ثوابه؟ ضيع ثوابه بأن يذكرها بالسوء أمام أهله وأمام أمه وأمام أقاربه، وهي أيضا نفس القضية هي وأهلها، يعني كأن بالضبط هي أمها وأبوها معتبرين أن بنتهم دي أسماء بنت أبي بكر، وزوجها اللي طلقها ده عمرو بن هشام أبو جهل، وهي معتبرين ان بنتهم دي نسيبة بنت كعب، وهذا الرجل عقبة ابن ابي معيط او يعني عبد الله ابن ابي بن سلول زعيم المنافقين. امر في منتهى الغرابة يعني، وهو نفس القضية عشان يبادلها ما شاء الله شعورا اسود بشعور ازرق، نفس القضية. هي هو عامل روحه عثمان بن عفان، وهي سبحان الله ام جميل حمالة الحطب. انا لله وانا اليه راجعون. فتضيع يضيع الثواب كله سبحان الله في هذا الكلام. ثم الناس عندها عم بالضبط اصابنا ما اصاب بنو اسرائيل من اللف والدوران، الغيبة المقنعة. واحد عايز يكتب واحد، يقول ايه رايك في الشيخ الفلاني او العالم الفلاني، يتمعر وجهه كده، غفر الله لنا وله، يا الله يعني ربنا يسامحنا جميعا، ربنا ستار على عبيده يا استاذ. الله، خلاص يعني انت صرت من المكانة بانك تنظر وتقعد وتتقعر في الكلام، هذه غيبة. الملك يكتبها غيبة، لان يعني ايه غفر الله لنا؟ يعني هل تدعو له باخلاص ام انت تظهر امام الاخر التقى والصراحة؟ هذه مصيبة. ثم مصيبة الغيبة، يعني انت جمعت في الغيبة المقنعة مصيبتان: مصيبة الغيبة وتزكية النفس. تزكي نفسك ليه؟ الله، الصحابة شغلوا حياتهم بإصلاح عيوبهم،
فما كانت لهم غيبة. فكان هناك العمل والبناء، ونحن شغلنا أنفسنا بعيوب غيرنا، فرب العباد سبحانه وتعالى من غضبه على كثير من الناس أنه ستر عيوبك عنك، ما عرفك عيوبك. وهذه كارثة كبرى، المصيبة الكبرى أن تختفي عيوبك عنك ولا تراها في مرآة الحدث، يعني ترى نفسك دائما على صواب دائما. وهذا هذه الغيبة وهذه التزكية تنفخك حتى تصير متكبرا. إن صرت متكبر من ينزلك من كرسي الكبر؟ لا أحد. هذه كارثة. فأنت عندما تغتاب تذكر الناس سبحان الله، يعني والله لو أحبك الله لبصرك بعيوبك. ربنا لو يحبك حب سبحان الله جم، والله كان يبصرك بالعيوب. لكن الله كرهك وأبغضك، وما كره رب العباد عبدا إلا ولم يبصره بعيوبه فلا يرى له عيبا. ليه؟ لأن أنت لما كل ما تشوفني تصغرني وتقلل من حجمي، وعندما سبحان الله تتكلم عني تتكلم، طب بالله عليك أليست لك عيوب؟ أنا لما أعيب على هذا وأعيب على ذاك يا رجل أمون، ده في بعض من المتقعرين في العلم والمتفيقين في العلم يقرأ كتاب أو كتابين يقول له إيه رأيك في أبي حنيفة؟ أبو حنيفة لا بأس مع أن له عدة أخطاء في الفقه، يا سلام. طب إيه رأيك في الإمام الشافعي؟ لا أنا أخذ عليه ملحوظات كثيرة، يا أكبر الله أكبر. وإيه رأيك في ابن تيمية؟ يعني يجوز أن تقرأ له والله. فهذه هذا المتفيهق وهذا الغليم في مجاهل الجهل سبحان الله، هذا إنسان موجود في المجتمع بصورة كبيرة. وبعدين سبحان الله العظيم، يعني لا تجد له لا تقى. لماذا؟ لأن قضية الغيبة عنده صارت سهلة، وهذه هي الكارثة الثالثة من كوارث معاول هدم البيوت وليس بناء البيوت الآمنة. الكارثة الرابعة المراء والجدل. يا الله، احنا أمة ما شاء الله، الولد الصغير يجادل، المرأة تجادل، البنت تجادل، الزوج يجادل، الجار يجادل، الموظف كله يجادل. وبعدين يقول لك ايه؟ اي تقول اي معلومة. والله ده كلامك جميل، ولكن الله، ولكن يعني عايز يمحو بممحاه ما قلته بعد لكن، يقول لك كلام تاني خالص. بس انا اظن يا اخي انتظر، والله كما قال حكيمنا العربي: ولقد نصحتك ان قبلت نصيحتي، والنصح اغلى ما يباع ويوهب. بالله عليكم، وانتم فاهمين ان احنا ونحن نتحدث بالخطاب الدعوي على مدى سنوات طويله، هل تظنون ان احنا عندنا قناعه ان احد من المشاهدين ولا اللي يصلوا عندنا في المساجد ولا يحضروا خطب الجمعه ولا دروس العلم بينفذوا الكلام؟ طب والله لو كان نفذوا الكلام كنا شفنا مجتمع اخر. لكن لا 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 لا، انتم الا من رحم ربي عندكم فقه الاذنين، تاخذوا كلام العلماء من اتجاه طالما من اتجاه. تعالى كده كلم واحده موظفه، قول يا بنتي ايه اللي ماله بتشد في الطرحه ولا الخمار ولا الشيله بتاعتك 10 مرات، والرجل الذي ينهي المعامله واقف امامها، انت محجبه ولا غير محجبه؟ ندخل في لف ودوران وفلسفه كذابه. سبحان الله، يا غيبه الرجال، يعني المجتمع ينتهي في دور الرجل خلاص. الله، بنت اللي رايحه الجامعه هذه وحط الاصفر والاحمر والاخضر، هي رايحه جامعه للعلم ولا رايحه مكان اخر؟ كيف لبست هذا الزي وخرجت امام امها وابيها؟ ها، ونكلم الام. اصل المجتمع الان يا استاذ غير مجتمع زمان. يا استاذ انتم عايزين مننا ايه؟ ده احنا كتر خير البنت الحمد لله لا لها صاحب ولا تدخن. الله، هو خرج ده المقياس؟ هذا هو المقياس؟ فتقول يا حسرتنا على العباد. تنظر للاب تقول لا، الام يمكن يعني عولميه المزاج، يعني تبع العولمه يعني. ها، فنروح للاب يمكن يكون لم يركب قطار العولمه. فيا ابو فلان، البنت والله يا شيخ انا تعبت ما انا عارف اعمل ايه. لا لا لا، انت نسيت رجولتك، مش دينك بس، لا نسيت غيرتك العربيه يا رجل يا مؤمن. ده ال 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 سبحان الله، العرب كانوا لما يخرجوا في حرب كانوا يخرجوا خلفهم النساء والاطفال عشان يشجعوهم على القتال، ليعلموا انهم ان لم ينتصروا اخذوا هؤلاء في الاسر سبحان الله. فيعني القضيه يعني سوف ياتي زمان على امتي، يعني نرى في الشوارع كاسيات عاريات. شو نص الحديث؟ كاسيات في اعرافهن وعقولهن وقناعتهن، عاريات في الحقيقه، لانها لابسه زي يبين نحافتها من سمنتها، يبين حجمها،
يبين اجزاء جسمه ان لم يشف انه يصف، سبحان الله. وبعدين يعني كاسيات عاريات مائلات مميلات، يا الله، هم شيء مش بمرض الله، مميلات غيرهن، سبحان الله، سواء بنظر الرجال زائغ العينين او ببقية النساء والبنات اللاتي يريد ايه، يريدنا ان يتشبه، زي بيوت الازياء وبيوت الموضة وبيوت مش عارف الايه وقطعان السوائم، والله سوائم ايه، والله السوائم عابدة لله، يعني سبحان الله، ربما تستحي، لكن عبارة عن قطعان من العري، سبحان الله، واحنا نتشبه كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة، ولا شعورهن كأسمة البخت شعرها. طب انت تغطيتي شعرك، ايه الحجر اللي حطاه على دماغك ده؟ مش عارف عامله شعرها لفوق، لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. فتنظر للاب، يا استاذ فلان، يقول لك يا مولانا يا سيدنا الشيخ، يقول له هو الموتى يبعثهم الله، بس كبر 4 تكبيرات على الرجوله، على الغيره العربيه، على ضياع هذه الهمه، ادخلي فاحتجبي، هكذا قال عثمان لنائله زوجته عندما تصوروا عليه بيته ليقتلوه رضي الله عنه عثمان بن عفان، قال ادخلي احتجبي، ان قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اجنبي. هذا هو الدين، هو الحياء، هو الحفاظ على، سبحان الله، اما قال علي يخاطب سواك فاطمة عندما كانت تستاك غيرة علي على فاطمة من السواك، اتغيب يا عود الاراك بثغرها، ما خفت يا عود الاراك، اراك لو كنت اهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. هكذا تظهر الغيرة المحمودة، تظهر سبحان الله عندما قال صلى الله عليه وسلم يا عمر دخلت الجنة الليلة، رأى في الجنة فرأيت قصرا ونهر يجري ببابه وعليه جارية تتوضأ، قلت لمن القصر ولمن الجارية؟ قيل لرجل من قريش، قلت أنا من قريش، قيل لرجل من أصحاب محمد، قلت أنا محمد، قيل هذا لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرتك فوليت، فبكى عمر وقال أمنك أغار يا رسول. إذن هذه عالم الرسول مدى حجم غيرة عمر، أين هذه الغيرة المحمودة؟ احنا عندنا غيرة ممقوتة، يعني ابنتك تسير بجوار شبه عارية وتغضب من الذي ينظر، يا أخي اغضب من نفسك، هذا دليل أنك طمست بصيرتك فلا ترى عيبك ولا ترى مصيبتك ولا ترى علتك. وبعدين سبحان الله، اتق الله، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. اما الله عز وجل قال، يعني يوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم، انا زعيم ببيت في اعلى الجنه لمن ترك الجدال وهو له محق، وزعيم ببيت ضمين، يعني ضامن، زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك الجدال وهو له ايه مبطل. ان ما رايت سفيها او ان جدلت سفيه اذاك، وان جدلت حكيما قلاك، امر طبيعي. انت لما تجادل السفيه يعني يتجرع عليك، ولما لما سبحان الله تجادل الحكيم والرجل الصالح يقلق، لان النفوس يعني جبلت على حب من احسن اليها وكراهيه من اساء. يعني كلم الولد، كلم البنت، كلم الجدال والجدال لا يدخل بين اناس الا ويغضبهم ويترك بينهم سبحان الله الوقيعة وسوء الايه، سوء الحفيظة والغل والحقد في الدخل. سبحان الله العظيم، الـ 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 الآفة او المصيبة التي اجمع، يعني سبحان الله العظيم، يعني عيوب او اسباب او معاول الفتنة او معاول الهد التي تهدم البيوت، ان سبحان الله العظيم قضية اللعن. الناس بتستهين بكلمة لعن الله فلان او لعن كذا او لعن كذا. اولا، هل سوف تسأل يوم القيامة لماذا لم تلعن فلان او تلعن كذا او تلعن كذا؟ هل احنا مطالبين باللعن؟ سبحان الله، نحن لا نلعن الا ما لعنه الله عز وجل. يعني الا لعنة الله على الكافرين، الا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على من يلعن الناس، سبحان الله. لكن انت، يعني يقال ان اللعنة عندما ينطقها الانسان تصعد يعني الى السماء، فتوصد امامها ابواب السماء، فتهبط وتنزل، فاذا وجدت من هو احق باللعنة نزلت عليه، وان لم
تجده عادت الى من لعن، والعياذ بالله رب العالمين. اياك واللعن، لا تلعن لا حيوان ولا جماد ولا شيء، لان الذي يعني سبحان الله يلعن انسان سبحان الله يعني لا تكن لعانا. ليه تلعن؟ لماذا تلعن مخلوقات الله؟ كيف لعن رجل دابة وهو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعوها، لا نسير مع دابة ملعونة مطرودة من رحمة الله. نسأل الله ألا يطردنا من رحمته. يعني إن شاء الله كونوا مع بعض الفاصل حتى نواصل عوامل الهد وعوامل البناء. اللهم اجعلنا وإياكم عوامل بناء لمجتمعات آمنة. وبإذن الله بعد الفاصل نلتقي بإذن الله رب العالمين. كونوا معي، أهلا بكم. إن في ذلك لمن يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل ونبحث عن أسباب الخلل في البيوت التي كانت آمنة فصارت غير آمنة. والذي قام بهذه المعول الكبير هو معول اللسان الذي يهدم في البيوت الآمنة ولا يجعلها في راحة ولا يستريح الناس. عندما يجلس إنسان مع إنسان لا يحفظ غيبته ولا يحفظ عرضه ولا يستر عورته، هذه مصيبة كبيرة. من ضمن كوارث اللسان ومصائبه التي تهدم وتصدع البيوت الآمنة الدعاء على الخلق. كم من زوج يدعو على زوجته، وكم من زوجات تدعو على زوجها، وبدل من أن أدعو على الظالم ما أدعو له بالهداية. ده فيهم مظلومين يظلون في الدعاء على الظالم إلى أن يستوفوا حقوقهم بالانتقام من الظالم أو غيره، ونفاجأ سبحان الله بأن الظالم قد استوفى، ثم بعد ذلك للأسف يبدأ الظالم يوم القيامة يطالب المظلومة بحقه. ويبدو أن المكالمات بدأت سريعة اليوم، أرجو أن تكون الأسئلة في محور هذه الآفات المهلكة. ابننا كرم من دبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا دكتور؟ مرحبا يا ابني، مرحبا كرم الخير. كيفك دكتور؟ الله يرضى عنك يبارك فيك يا ابني. والله انا لما اتصل بس عشان اقول لك انا بحبك في الله، اقسم بالله العظيم. اكرمك الله يا كرم بكرمه ان شاء الله وبارك الله فيك. واسال ربنا ان يجمعني بيك مع المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ان شاء الله. امين يا رب العالمين، امين يا كرم، شكر الله لك كرم. شكرا ربك يا دكتور انك تدعي لي بظهر الغيب. يا ربنا يا ابني يكرمك بكرمه ويكون لك من اسمك نصيب ان شاء الله عند الله عز وجل. جزاك الله عنا وعن كل المسلمين خير الجزاء. شكر الله لك، شكر الله لك. نعود الى كارثة الدعاء على الخلق. خلاص يعني انت مخير بين ان تدعو على الظالم، طب ادعو على الظالم، ولكن يعني اترك الظالم لان ظلمهم يعني اشد عليه واسرع اليه من دعائك عليه. انا لا اقول لك لا تدعو، ادعو، هذا حقك، دعاء دعوة المظلوم مستجابة ان شاء الله. وبعدين ما ادراك انك مظلوم بالله عليك؟ الله، يعني كل اللي في المحكمة دول مظلومين كلهم؟ طيب سؤال من اتصال من احمد من الشارقة. ام رحمة، اهلا وسهلا ام رحمة، السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام وبركاته. يا دكتور الله يرضى عنك يا بنتي يكرمك، الله يبارك فيك ان شاء الله. دكتور انا حبيت اتصل بس عشان يعني اقول لك انه انا واهلي وكثير من اخواني تعلمنا منك كثير، يعني صارنا سنوات يعني نسمع منك وتعلمنا كثير الحمد لله. من هالنميمة جالسين نجاهد انفسنا يا رب، والرضا والحمد لله، وان شاء الله ربي يثبتنا ويزيدنا هدى وبارك الله فيك، يعني حياتنا حتى اسعد. الله يرضى، الله يبارك فيك ويرزقك الاخلاص ان شاء الله. ربنا يا بنتي اقرب الى الله. بارك الله في ام رحمه، رحمك الله دنيا اخرى ورحمنا معك، وجزاك الله خيرا انت واهلك، وبارك الله لكم جميعا ان شاء الله. احمد من الفجيرة، السلام عليكم. مرحبا دكتور. مرحبا مرحبا. عمر عبد الكافي، اهلا وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا، مرحبا. كيف حالك؟ الله يرضى عليك، نعم الحال الحمد لله. سؤال بسيط. نعم تفضل. الذي يدخل في بيوت الناس، ايوه، من دون علم الرجل، يعني من النساء من دون علم الرجل، يعني قريبات الزوجة، يعني النساء من قريبات الزوجة؟ لا ليس قريبات الزوجة ولا الزوج، يعني من البعد او من الجيران او من طيب. والزوج لا يحب هذا، لا يحب لزوجته ان تدخل هؤلاء تلك النساء
من الجارات او غيرها الى بيتها. ايوه نعم. الزوج لا يحب. هو من شوف يا اخ احمد، من حق الزوج على زوجته الا تدخل بيته من يكره. يعني هو لو كره عمتها، خالتها، جارتها، اخت لها، قريبه لها، هو لا يحب وجود هذه المراه في بيته في عدم وجوده، او يعني في وجوده او عدم وجوده، هو خلاص وجب عليها ان تحقق له هذا الامر، لان هذا من حق الزوج على الزوجه. واحنا لا نريد ان ندخل في بيوتنا الا من يقربنا لطاعته ومرضاته سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. ام مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك طيب. ايوه اتفضلي يا مصطفى. السلام عليكم. ازيك حضرتك؟ مرحبا، اهلا وسهلا. والله حضرتك يعني بجد الحلقات بتاعت حضرتك بنستفيد منها جدا. طب الحمد لله. ننحني لحضرتك احتراما وتقديرا والله في كل شيء بتقدمه لنا. الله يرضى عليك ويتقبل. الله يخليك. حضرتك قلت جزئيه بالنسبه لتربيه البنات. نعم. انا الاسبوع اللي فات كنت خارجه مع بنتي. طيب. بنتي كان عندها يعني بنتي عندها 11 سنه. طيب. فقبل ما تنزل لبست فستان او يعني تحت الركبه وبنطلون استرتش. طيب. كانت اول مره تلبسه، بصراحه انا جايبه لها من سنه. بس جسمها دلوقتي اتغير، فحبت ان هي تلبسه، قلت لها خلاص هي مره واحده البسيه وارجعي اليه تاني. طيب. وهي ماشيه في الـ في الـ في المول لقيتها مخنوقه بالعياط، قالت لي ماما انا حاسه ان انا اتصرفت غلط. كويس. والله حسيت ان انا فعلا ربيت وحسيت. بارك الله فيك. والله يا دكتور عمر يعني بجد حسيت ان انا ربيت وتعبي ما يعني هي البنت حاسه هو ما كانش يعني مبهوى عليها ولا شكله يعني سيء لا هو لا. عادي خالص بس حسيت ان بنتي كده. بارك الله فيك مصطفى. الله يخليك. ادعو الله عز وجل لهذه البنت ولمثيلاتها ان يحفظ الله اعراضهن وان يبارك فيهن وان يقنعهن بالحجاب. وهذه يعني نعمة تربية مصطفى، جزاك الله خيرا على ما ربيت، وإن شاء الله تجد فيها الخير كله إن شاء الله، وبناتنا جميعا إن شاء الله يا رب. أم زهرة من تونس السلام عليكم. ألو السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام وبركاته. أخبارك؟ مرحبا. الله يخليك. الله يخليك. أنا بدي باختصار بحكي لك مشكلتي. عندي مشكلة ما بعرف يعني كبيرة مش صغيرة. مشكلة واحدة؟ نعم. مشكلة واحدة؟ مشكلة واحدة. الحمد لله خير. مشكلة واحدة تفضل. انا تزوجت شئت الاقدار، تزوجت رجل هون وكذب علي انت لانه احنا موضوع الحلقة على الكذب يعني والوعود فكذب علي ووعدني وعود اخلف بها. طيب. والحين انا في مأزق ومع كل الاسف انه الحمد لله يا ربي مش اسف يعني انه رزقت بنت منه والحمد لله يا ربي. طيب. وانا مش مرتاحه معاه في عايشي معاه وصعب، هو اخلاقه صعبه كثير معايا ويتركني لحالي. طيب. يعني انه مشكله كبيره. طيب. عايشه معاه. ام زهره ما زال يكذب؟ ما زال يكذب؟ ما زال يكذب شيخ عمر. هذه طبيعه يعني عنده. طب ما زال يخلف الوعد؟ ما زال يخلف الوعد، يخلف بوعده معايا كثير بطريقه يعني انه انا ساعات يعني ساعات بفقد اعصابي. طيب يا بنتي معذره، لما نصحتيه او نصحه من ينصحه هل يقبل النصيحه ام هو متكبر؟ لا مش متكبر، يقبل النصيحه. يقبل النصيحه ما شاء الله ما شاء الله. طب في ثغره طيبه هو الطيب يعني يقبل النصيحه؟ بظن يقبل. انا ما جربت قبل انه حدا نصحه ولا حدا من عائلتي كلمه ولا ما بحب عائلتي تدخل في هذا الموضوع لانه بخاف يعني انه بس بظن يقبل. اي انسان يقبل، اي انسان مؤمن يعرف ربنا يقبل النصح. لا انا تحديدا على زوجك يعني اذا نصحتيه بمرض في لحظه هدوء دون عصبيه هل يقبل نصيحتك ولا والله هذا خطا؟ بمسحه بالوقت بيسمع بس بعدين بيتغير ويرجع لكذبه مره ثانيه. يرجع في كذب ويرجع بوعوده مره ثانيه. وعدني وعود يعني خطيره انه مثلا ضيع لي مستقبلي، مستقبلي ضاع يعني. ليه بنت؟ لا لا لا، انت زوجه صالحه، لا يضيع مستقبل الزوجه الصالحه التي انجبت بنتا تربيها بمرض الله. لا لا لا، مستقبلك يعني شغلك يعني عملك مثلا. طيب الخط راح. طيب على كل طب احمد الاول وارجع لام ساره. حادثه احمد من ابو ظبي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ مرحبا استاذ احمد. مرحبا. احسن الله اليك، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. شيخنا عندي سؤالين على وجهك. السؤال الاول بالنسبه لبعض القنوات يعني قنوات فضائيه عربيه. أيوة. تذيع بعض البرامج الدينيه بدون ذكر اسماء. أيوة. قنوات، ولكن في كثير من هذه القنوات هي منتشره يعني. ايوه. فتذيع في بعض الاحيان برامج دينيه مثل زي برنامج حضرتك الان. طيب. لكن مثلا في فاصل اعلاني في البرنامج او كذا
بمجرد ان يخرج للفاصل يكون في اشياء يعني دعايات او كذا مخالفه. يعني خارج عن الحدود. خارج عن الحدود من ناحيه اغاني او من ناحيه تبرج او من ناحيه دعايات لا تليق. فياريت يعني كلمه لهذه القنوات شكرا. السؤال الثاني او يعني نطلب من حضرتك تعليق يعني كلمة توجهها للأسر أو للبنات اللي هم بيقولوا أنه إذا كانت البنت ملتزمة أو محتشمة أو ترتدي النقاب أو على خلاف في 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 وجوب النقاب أو تلبس حجاب يعني ملتزمة حجاب شرعي فتقول إذا أنا ما ذهبت إلى جامعة مختلطة وقرنا في بيوتكن وكذا فكيف يتعرف عليها الخطاب أو من يريد الزواج بها فكيف تعرض نفسها للزواج طيب فياريت كلمة للأمهات تحديدا لتأثيرهن الكبير في هذا الموضوع وكلمة طيب بارك الله فيك حاضر أجيبك إن شاء الله الأخ علي من أبو ظبي السلام عليكم السلام عليكم السلام يا شيخ كيف مرحبا الله يرضى عنك يا رب لك فيك كل الشكر والتقدير لكم طال عمرك عندي استفسار بسيط نعم نعم شوي هو حساس لكن يعني هل تفضيل الأب أو تفضيل الأم الناس على أبنائها مثلا الأب لما يفضل الناس بوقته وبماله وبكل بكل أمور حياته يفضل الناس على أبنائه هل يعتبر ظلم للأبناء هذا يعني هو مش يفضل ولد على ولد يفضل الناس على أبنائه أيوة يفضل الناس على أبنائه يفضل يعني الخير يكون في الغير أن يكون في أبنائه مثلا طيب معذرة هل يفضلهم يعني منظرة وحسن شهرة يعني ولا والله أعلم الله أعلم ولكن يعني يرى أن هو أبنائه فعلا أبنائه شايفين 100% أن أبوهم مقصر من ناحيتهم بحيث أن يفضل نعم مثلا أنا مثلا تشوفه مثلا في الدراسة مثلا في تشوفه في نفس الوقت يساعد الناس مثلا أيوة. والابن روح انت درس روح يعني دبر عمرك لهاي الدرجة مثلا يعني. نعم طيب أجيبك إن شاء الله بارك الله ام عمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخنا مرحبا اهلا وسهلا الله يخليك بارك عنك الله يبارك لك انا كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه انا متزوجه بقالي حوالي 14 سنه ايوه وحياتنا الحمد لله مستقره ومفيش مشاكل هذا من فضل الله بس في طرق شغل جديد على جوزي وجينا هنا احنا كنا عايشين في مصر الاول بقالنا فتره واخدت انا اجازه من شغلي فتره محدده مش هينفع اخد اكتر منها اجازه بعد كده أيوة. بس هو اتجدد له الشغل مرة تانية انا عندي ولد وبنت ووالدي والدتي متوفين يعني انا ماليش حد في مصر ان انا ارجع اقعد معاه بس انا مستحرمة شغلي اسيبه بعد الفترة الطويلة دي كلها وفي نفس الوقت مستحرمة بيتي اسيبه وحياتي مع جوزي وولادي ومش عارفة الحرام فيهم ايه والصح فيهم ايه خايفة اسيب شغلي ابقى انا كده قطعت رزق من عند ربنا في شغلي وخايفة اقعد هنا استمر هنا طيب. بعد شوية عقده يخلص ونرجع مصر تاني فالوضع نرجع تاني زي ما كنا فمش عارفة الصح ايه طيب يا ام عمر نجيبك حاضر متشكرة جدا الف شكر طيب نجيب كي اذا سرقنا الوقت كنا وقفنا عند أم سهرة من تونس كان من قضية الكذب وخلف الوعد إذا استمر الزوج في هذا حاولي أن تصلحي أو تدخلي كبير عائلة أو رجل فاضل أو عالم جليل وتونس مليئة بالخير بفضل الله عز وجل لعل الله سبحانه وتعالى أن يحدث بعد ذلك أمرا ويكون خيرا إن شاء الله ثم بعد ذلك لكل حديثة حديث ابننا أحمد من أبو ظبي يتكلم عن داخل البرنامج الديني تأتي فواصل إعلانية خارج عن حدود ما يتكلم الشيخ أو أنا طبعا أهمس ولعل هذا الهمس في الميكروفون في الفضائية على الهواء ويسمعني ويشاهدني الملايين هذا الهمس الثائر أن نتقي الله رب العالمين في يعني قيم الناس ومبادئ الناس وقيمة العلم والعلماء وما يقال في القنوات تقول بعض البنات الملتزمات إذا لم تذهب إلى جامعة مختلطة فلن يتعرف على أحد ولن تتزوج نحن لا نعرض بناتنا كالسلع التي تعرض في أوروبا كالنساء كسلع على المعلبات وعلى المغلفات وفي الشوارع وفي لا بناتنا أغلى من هذا نساؤنا أغلى ما عندنا لا نعرضهن بهذا العرض والبنت التي تتزوج عن طريق أن تختلط وأن ترى سوف يأتيها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع أو ما يعاف السبع حتى أن يأكله ولكن البنات المحافظات سوف تأتيها عائلات فاضلات يعرفن العالم الإسلامي مليء
بمن يحافظ على مبادئه وتعاليم السماء وقيمه. فكلمة أقول يا بنياتي الزواج رزق وسوف يأتيك إذا اتقيت رب العباد وليس إذا عرضت نفسك أو تدخلت في ما لا يجب أن تدخلي فيه. ابن علي من أبو ظبي يقول أن بعض الآباء يعني يفضلوا مصالح الناس على مصالح أبنائهم. ابدأ بمن تعول، هكذا ديننا، يعني ديننا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول، فواضع العباد عند الله من ضيع من يعول، وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فأنا أرى يعني أشد على أو أهمس أيضا في أذان هؤلاء الآباء والأمهات، أبناءكم أولا، أهلكم أولا، ثم بعد ذلك يأتي الناس. أم عمر كانت تتحدث عن هي بين أمرين، بين أن تترك عملها وتقطع بهذا. أولا أم عمر يا بنتي هذه كلمة غير شرعية، كانت أقطع رزق، لا يقطع رزق أحد إلا الله، مش هيسمع واحد يقطع رزق واحد ولا أحد يقطع رزقه، رزقك موجود وأنت في بطن أمك وسوف تأخذيه يعني على اخر يعني فلس او سنت او دولار او جنيه او درهم على الاخر يوم ان تتركي هذه الحياة. فمسألة قطع لا. وبعدين الاساس يا بنتي ان انت عندك ولد وبنت، طيب يعني الولد وبنت دول يعني او في بيت يعني، فهذا هو الاساس. وقرن في بيوتكن، قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. لا تجعل الشيطان يلعب عندك في قضيه الرزق، والا يلعب عندك في مرحله اليقين وصدق التوكل على الله عز وجل. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بقي بس في بقي في الوقت البسيط الباقي بقيه ما رايته من استقصاء لمصائب اللسان، قضيه كارثه كثرة المزاح، والإنسان يكون خفيف زيادة عن اللزوم مع الناس، وقد يسخر من هذا أو ذاك فيغضب منه هذا أو ذاك، وهذه كارثة كبرى وهذه مصيبة عظمى يجب أن نراعيها. كثرة المزاح غير مطلوبة. أيضا سبحان الله العظيم نأتي إلى الآفات كلها تأتي من إيه؟ تأتي من ثلاثة أمراض كبيرة في القلب إذا صلحناها ينصلح اللسان، ألا وهي مصيبة الحسد والرياء والعجب. وكيف تعالج؟ تقول عشان الرياء والعجب تتعالج منه، تقول يعني إذا رأيت عالما قل كيف لي بعلمه، هذا إنسان يعرف ما لا أعرف، هذا عند الله كيف أخوض فيه. إن رأيت جاهلا قل هو عند الله أفضل، لأنه يعصي الله بجهل وأنا أعصي الله بعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزق أبناءنا بزوجات صالحات وبناتنا بأزواج صالحين، وأن يجعل البيوت آمنة مطمئنة، وأن يمسك ألسنتنا عن كل ما يؤذينا في الدنيا والآخرة. إن ربي ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن